السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة سو تي في. حنا كتوزو الدوار، سميتو الدوار؟ الدوار الشطبية. دوار الشطبية إقليم بن سليمان. واحد الحالة ديال واحد الطفلة، درية صغيرة، كانت كتلعب هي وخوها، طاحت على واحد القسطيرة، ضربتها في عينيها. ضربت في السبيطار ديال بن سليمان، بن سليمان حولو قالو خصك ديوها للدار البيضاء، السبيطار 20 أغسطس. داوها، جلست معها الأم ديالها 2 شهور، داروا لها عملية على عينيها. من بعد جات البنيه نصيره، ما عرفاش كلات عينها حكاتها وهي تقب، كنديروا لها الشبكه، تقبت العين ديالها، ودابا العين ديالها درت لها بقات كتشوف. واليوم الوالدين ديالها كيطلبوا الناس المحسنين باش يحاولوا يتعاونوا معاهم. جينا للسوق قلنا لها عامره بالميات، قال خويا ضربها بقات ديالها عاورت لها عينها، دينا للدار ديال